مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء، يعني صلاة الجماعة، وتردف فتقول وهل فيه اختلاف؟ نعم فيه اختلاف، والصحيح جوازه، فإنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي بالنساء، وهذا ذكره أصحاب يعني المصنفات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف. فالمرأة تصلي بالنساء جماعة وتكون بمنزلة الإمام، لكن لا يجوز لها أن تتقدم في الصف الأول، وإنما تقف وسطهن. يعني المرأة إذا صلت بالنساء فكتقف في الوسط ديال النساء، ماشي كتقدم كما يتقدم الرجل بين يدي الصف الأول، لا هي كتقف في وسط النساء، لا يجوز لها أن تتقدم وإنما تقف وسط النساء. هذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.